من شلالات وادي بناء الموجودة في عزلة الأعماس التابعة لمديرية السدة محافظة إب، يأتي بنا طائر السعيدة لنتجول في أفياء الزمان والمكان من هنا، وننقل صورة واضحة عن معالم الطبيعة الجميلة الرائعة. هذه المياه التي تصب وتجري متجهة صوب العود، وبعد ذلك تصب جميعها في دلتا أبين. مناطق خضراء وأماكن غاية في الروعة والجمال تصفها لنا عدسة الكاميرا. جاء الناس وذهبوا، شاخوا وماتوا، ولا يزال وادي بنا في مقتبل العمر. وعلى ارتفاع عشرات الأمتار تندفع المياه كأنها خصلات شعر حوريات، تترنم أهازيج خرير مياهها مع أصوات البلابل والعصافير هناك. بلاد حباها الله سبحانه وتعالى من كل ألوان الجمال الطبيعي، مياه وخضرة وأصوات طبيعية تتناغم على مسامعنا لتعزف روعة هذا الجمال الرباني الذي يحتاج إلى اهتمام بشري لاستثمار جمال هذه الأماكن الطبيعية وتعزيز موقع السياحة فيها. خرير المياه هنا في أحد شلالات وادي بنا في مديرية السدة محافظة إب يعكس لنا الكثير من الجمال الطبيعي، ويعكس لنا أيضا جمال العديد من مناطق محافظة إب. لوحة مائية سكبت في جوف الوادي بحلاوة طبيعة المكان، تنساب منها المياه الجارية التي تمشي بسلاسة قاطعة المروج الخضراء لترويها بحب وسلام. الشلالة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى امتازت بها اليمن السعيد، وخصوصا في محافظة إب. شلال وادي بنا كما تشاهدون يساهم في سقي العديد من الأراضي الزراعية التي اشتهر سكانها فيها بزراعة العديد من المحاصيل المختلفة. يقول لنا الأهالي أن غزارة المياه في فصل الصيف تكاد تكون أكبر من هذا بأضعاف مضاعفة، كما أنهم قاموا بحبس المياه من الأعلى كي تساهم في سقي الأراضي بالوقت المحدد والكمية المطلوبة. يا ريم وادي بنا يخجم، يا غصن قد فاق لغصاني، قلبي بحبك شقي مغرم، يا ناعس الطرف يا عاني. وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم، حقيقة نلمسها في مختلف الأراضي التي تحيط بها المياه من كل جانب، ومنها شلالات وادي بنا. مناظر جميلة للمياه الجارية للخضرة الرائعة، ولا ينقصها إلا زيارتكم أنتم الوجه الحسن كي تكتمل الصورة.